دار طوموبيلي اه بصحتك بوس لا راسها بوس لا راسها وصل خويا ذكر لي راجلي. السلام عليكم. بغيت نتشاور معاكم في واحد اللعيبه. فين حطها لك البراد؟ واخا نخليها هكا. بغيت نقرع. بغيت نقرع نحسن هذا الراس هذا. علاش قال لك ملي كتقرع مره في العام الراس كيهوى؟ دابا كيدخلوا كيدخلوا الريح كيتغربا حتى الدماغ تيغرب. دابا ما عرفتش سمعت المعلومه بصح ولا لا، حيت قالها لي جدي ما نعرفوش بصح ولا لا، ولكن بغيت نتشاور معكم واش نقرع ولا لا. فانتوما قولوا لي في لي كومونتير قرع سفيان حتى بلاصه سفيان هكا، قولوا لي في لي كومونتير باش نعرف واش نقرع ولا لا. نبداو الفيديو على بركة الله. دابا انت طباخ؟ طباخ معنا. كلشي ديرو؟ كلشي نديرو. الروت تشاود ولا شي اللي بغيتي؟ البيتزا، اللحم البرطوط، البطاطا المطلية، كلشي نديرو. شنو المطلي؟ المقلي. المطلي، المطلي، البطاطا المطلية. المطلية؟ اه فريت. الحوت المطلي، نديرو الكفوارج، تحط كفوارج. اي حاجة. مشكل. دابا انت طباخ؟ طباخ معنا. كلشي ديرو؟ كلشي نديرو. الروت تشاود ولا شي اللي بغيتي؟ البيتزا، اللحم البرطوط، البرطوط مرلت، الحوت المطلي. عنده دابا مسكين المشكل في القاف كيردها الطا في القاف. تيني عندي المشكل في الزين، في كنقول شي كلمه ولا شي حاجه كنعوض ما نقول الجين، كنقول الزين والسين. السين هذه معروفه علينا مكانسه، كنقول السين سباكيا. صراحه ماشي كلشي صراحه ماشي كلشي يا احساس حنايا. الرجل انا راه كان كيحمقوني قلوده والله، كان حماق على القروده وكنت باغي نشري قرض نربيه فهمتي. وفين مشيت لقيتو قال لك ب 7000 درهم 140000 ريال وانا نشري مايا قطه تاع هي كتشبه القروده، هي ماشي قرض ولكن 7000 درهم قال لي القرض. فدخلناك بالله قرض نجيبو يتقرضنا عليه ونعطي عليه 7000 درهم. اما مركتوش والله ما محشمتوش، لانه شي قرض بغى يعطي لي فابور مرحبا. شحال مره خطره في تمس الفك انت تكذب عليا وانا عارفك، شحال من الخطرة في تمس الفك مرضيتي ليا بطر 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 لايكي. بعد هذا راه مشى قلب على شي كلمات وكذا وقدهم وجاب الميزان مع الكلمات، وانت خصك تشوف شي كلمات نتاع الراي دابا. ودي ناش انا عاش الملك عاش الله سبحانه وتعالى عاش سيدنا عاش اي مخلوق لو جه الارض، انا راجل مزيان كنحسن الناس، انا عاش الملك عاش الله سبحانه وتعالى عاش سيدنا عاش. انت راجل مزيان خصك تبعد على فهمت واش تكون مزيان اخويا. راه عرفتي الا مشيتي بقيتي تفوت اخويا راه عرفتي تقول شي هضره كثار من هادي. هادي ابدا مشي غلط اللسان ما فيها عظم هادي. Done.
خدامي والله خدامي والله. أوقفوا يرتاحوا. زعما كتشوف شي ناس باش كيفكروا وحق الله تتحمد الله وتشكروا على العقل اللي عطاك الله تتقول الحمد لله حنا راه مكلخين ولكن راه ماشي لهاد الدرجه كتشوف شي واحد مكلخي كثار منك تتحمد الله على داك الكلاخ اللي عندك. الحمد لله الحمد لله على داك الكلاخ اللي عندنا حنا. تعرف بلي حنايا الشعب المغربي اي حاجه تنخليوها تنشط معنا حتى الحيوانات تنخليوهم تينشطوا معنا. حنايا سبحان الله الدم ديالنا عروق ديالنا فيهم فيهم الفرح تنبغيو نخلقوا البطوله ننشطوا البطوله بيناتنا. ودابا كلب كيشطحوا قال المورال تبارك الله والله العظيم الا حنايا لا كيوت المغاربه الزهر اللي ما كاينش بالرجل. ايها الساده من اليوم أنا أعبد الله الواحد الأحد، وبدلا من اسمي أمن حوتب أصبح اسمي أخناتون. عليكم تناقل هذا الخبر في أرجاء مصر. والصراحة راه شوف راه ماشي القضية ديال رمضان بدنا كيتقرب من الله كيكون ما كيصليش كيبقى يصلي وكذا وعادي يا صاحبي علاش لا أنتم حتى رمضان عاد كتصلي. وراه انا في رمضان بديت الصلاه وما قطعتهاش ليومين هذا لمده دابا راه طالعه في 6 سنين 7 سنين باش طالعه ما قطعت الصلاه ما عمرني قطعت الصلاه وسبابي رمضان حتى انا ما كنتش كنصلي حتى جا رمضان دوشنا صلينا ودابا راه 7 سنين وانا كنصلي فهمتي واش مبقى وكنت بعد دابا هضرت بحال هادو انت وتا رمضان عاد كتصلي كوكا ما كنصلي دابا هذاك الشيء علاش هذا رمضان هذا بداو الصلاه تقسوق البنادم وحقه حتى رمضان ولا قول له ديها في راسك والله لا خرجت بالله احمد الله اخويا خرجت والله لا احمد الله وبدا كيفكر دخل راسو في بلاص تقبل اللي كيمد البنادم الفلوس ولا الوراق هايدك خصك تدخل هايدك بدا مدخل راسو هاد الشعب لا يقهر. الرجل فين كيكونوا بحال هاد الاصدقاء هادو تيدوز العرس زوين فين تيكون عندك في الحياه نتاعك اصدقاء بحالنا حيت انا هو داك السيد اللي ركب الطوموبيل انا بحالو تنبغي نخلق الضحك في المجمع تنبغي نخلق لومبيونس الا كانوا عندك صحابك بحالي فهنيئا لك وهنيئا لك سعداتك سعداتك تينشطوك القضيه يشطحوك في عرسك بزاف د الامور. إلا بقيتي كتقراي حتى خديتي طون دكتوراه وفاش ساليتي مسحات لك طا ميموار اش غديري كاع القلبه شيخه وراي هادي زعما راه ماشي شي راه داكشي اللي فهمتي جايه معك كل واحد شوف كل واحد كيتمنى يولي داكشي اللي كان عايش في وسطو فهمتي داكشي اللي لم تربى دابا هي هادي ضربات واحد التربيه لحدها شيخه الحلم ديالها تولي شيخه ولا راقصه ولا شي بحال هكا من هاد الجهه شمال كيخلاوها المصريين وكاين عاوتاني اللي فهمتي اللي كتمنى تكون طبيبه محاميه شي خدمه اللي تكون فهمتي شريفه وكذا كل واحد فهمتي داكشي على حسب التربيه. اكتيفي المود مراكشيه في الهضره المود مراكشيه في الهضره ناري تاكتيفيت بوحدها ناري بين جاليريك تاكتيفيت بوحدهاش بين جيرانا دابا بين بقى نهضر هكا ناري اوعدي انا شني عندك تينا بسع مني حق اسمع البيبه ما بسعتي مني عيط لك الماما ماما الله يمتعك بالصبر الا ما جيب لي داك النضارات من فوق الطبيله الله يعطيك السك ربي ماشي خليك ليلي الله يحفظك وين جيك يلا وانوض يعطيك السك لما نوض وانا باش نوض نوض يمك نوض احمد ولدي نشري لك حانوته تبيع الصابونه وتغش الميزانه امان زكي دواء تحياتي لك اختي والله الا برافو عليك بالله
وصرعات الفيديو هذا عشو التيك توك وعبروج هذا الانستغرام واشو الانستغرام صاحبي كي داير عبد الادم تيجي حط شي لعيبه واش متفقين مع وندوزو الفيديو اللي مورا كاين برافو على هذه البنت هذه ميسا موريس وكنتني غنتزوج ديال بحث ولد الناس وبلادي شنو الصداقه الحاج ولد الناس وحاج حي هادشي غا البديا باقي تبارك الله على سيدي الحاج شحال شنو انا سوي 4 مليون 24 25 شهر العسل تبارك الدار بصحتك ما شاء الله بوس لها راسها وصرفني فلكري لي راجلي الحاج وقلت له الحاج اودي على الحاج بصحتك اخو بصحتك الحاج واسيد الحاج اترى شنو ديتي ولا واش دخلنا لك والله الناس هادو ما كيجيبوش لا انترنيت واش هاد الناس يا اخي لا عاد ما كملاش واقيلا شهرين باش درتي العرس ودرتي فيديو الله علمي كدرتي العرس حتى بعد ما كملاش واحد الشهرين ما كملاش درتي عرس مشيتي صدرتي الصبليوني بنتك في الحاج قال له الحاج باينه باينه مستر عليه الدعوه والله بصحتك الحاج لا حول ولا قوة إلا بالله زعما ما فهمتش واش راه دابا هادو راه تي هو عند بالو راه كيصلي عادي فهمتي عادي انا يكون بدا كيصلي ويدوز ويصفق لصاحبو عادي انه يكون كيصلي وفهمتي وراه كاين شحال من واحد كتدخل الجامع تيصلي وتيشوف فيك تيشوف وتيصلي وتيدير ها تيصلي دابا هادو راه صحابهم عادي راه كيصليو هكا نورمال ما فيها حتى شي مشكل عادي ما كيصلي خوتي الحلقه ديال اليوم سالات كنتمنى تكون عجبتكم تنساوش ديروا لايك للفيديو بارطاجيو الفيديو مع صحابكم ميعادو ان شاء الله الحلقه الجايه توب عليكم تهلاو في والديكم.